الكنانة شبك لا بدك تدرس ولا بدك تخلي حدا يعرف يدرس. أما طايت إلي؟ إيه. لا يا عمري ما عيط عليك يا روحي، تقبريني أنا كتير بحبك، بس لازم ندرس مثل ما وصلتنا الماما. أوكي؟ لا عيطت إلي وضربتيني كمان. أنا ضربتك يا عمري تقبريني، مو أنت نطيتي علي مثل جون سينا؟ لحقول لماما أنك شريرة. أنا شريرة يا روحي تقبريني، إذا أنا اسمي فرح وين الشر بالموضوع؟ تقبريني بوس إيدك عندي دراسة. شو رأيك لعبك بتياب مايا؟ لا. طيب لعبك بهدايا ياسمين؟ لا. طب شو هعمل لك؟ تتفرجي على اليوتيوب؟ ايه. تقبريني خدي يا عمري السيرف كله على حسابك وعلى حساب امك، بس تركيني ادرس. اوكي؟ ست فرح؟ لك شبكم ما عاد خليتوني اعرف ادرس؟ شو هيدي الصورة اللي نزلتيها على الانستغرام؟ شبها ما فرجتك اياها امبارح وقلتي لي حلوة نزليها؟ بلا فرجيتيني عليها، بس مش صورتنا فرح. هيدي شو؟ قولي معقول حسابي تهكر؟ نانا انا قديش شفت ولاد مثل لهنانا ما شفت. لك ويني هالبنت؟ يا نانا لك يا نانا لك وينها؟ قولي هاتي الله لا يوفقك لشوف شو منزلة. شو؟ 120 واحد شايفينها للصورة؟ الله لا يوفقك. لك وين امك وشتاغتك وينها؟ تعرفهم؟ لحظة، ها؟ من الحلقة؟ ألو؟ أهلين، يا أهلا وسهلا. نانا؟ يا حبيبة قلبي نانا، يا عمري شو شاطرة وشو حبابة وشو هادية. هي لا بنوب بنوب ما عذبتنا دخيل قلبها. لا بدكم شيء؟ لا بداني اعوذ بالله، ان شاء الله بتقبرني شو مرتبه ومؤدبه وهاديه. الله يبعت لي بنت مثلها يا ناديه خانو. لا ويا مدام شو شاطره، اسم الله عليها، ما بالحق اسالها السؤال الا وبتكون جاوبتني عليه، ومو بس عليه، على اللي بعد بعد بعده. صحيح انا مدللته كثير لانه اخر العنقود، بس يقبش قلبي بنوب بنوب ماله مايع. يلا والبركه شو مايع، والله اعقل خلق الله، الاعقل منه كر ماله مايع يعني. حبيبي تامر بوصل لرفقاتك. بوسه بوسه لعمو. ايه بوس عمو سيزار كمان. ايوه انا. ايه شو كيوت بتتاكل اكل. مدام نادية بليز على طول ضلك جيبي لنا اياها، لانه متنا ما بقى فينا نعيش من دونها. اكيد رح جيبها كثير، لسه طولي بالك. بتعرفي نحن الجيل القديم لازم نعلم الجيل الجديد شغلات كثير